اوكي هات لنشوف يا طيبين. هاي كمان can't see to find you. انا وين؟ قل لي قل لي. يا سلام قل لي انا وين جاي شباب. Good news. Your armor kept you mostly in one piece. So, okay. Quick update. This isn't a simulation. أنا الآن بالفضاء يا جماعة. We're really on a ginormous spaceship. And the ship يا سلام. Been taken over by... مهل شوي العيون هي. وين؟ نحن فين؟ أوه شباب. دي لبس التيك وكل شيء. سلام. اوه نايس. شايفين احنا يعني نوعا ما احنا بالجزيره وطالعين على الفضاء لفوق. بس هي سرعه سماي هي. هي سرعه سماي هي. خلاص فهمت من الاشخاص. انا بشرح للناس بس انت اسكتي. لا حول. خلاص اوكي خلاص. قلعي قلعي شوفي شغلك. يلا راح تبقى عندي هي ولا شلون؟ هولد اوبشن تشينج اكزاكت. اوه والله يا شباب الظاهر يا جماعه راح نكيف مع بهالوضع. اوكي لان يا جماعه مثل ما قلت لكم انا الان بعالم الفضاء. عالم الفضاء كوكب الارض يعني نوعا ما معلمني اللي شيء فهمته انه انخرب والخريطه طلعت لفوق وعملوا شيء وهذا هو فهمت علي شلون. المهم يا جماعه بعد الشيء اللي فهمته الشيء اللي فهمناه معلم بهالقصص اوكي انه الشيء صار معلم انه الكوكب انفجر اوكي ونحن الان معلم يعني شقفه صغيره من الكوكب معلم بالسماء وحاطين هل هذا الشيء اللي حوالينا يا جماعه هذا الشيء الكبير. طبعا هو عالم كبير معلم مبين عليه هيك بس ولكن احنا بعالم كبير اوكي والحياه يعني موجوده يعني فهمتوا علي شلون. المهم راح نبلش قصتنا شباب. طبعا هون معلم انا عندي يعني شيء غريب برج. واو يا سلام بيعطونا ولا هيك الله اعلم. اشوف صراحه ما بعرف شو هي. معلم ستارتر معلم كاتب لك هون نشوف شو بيطلع لنا. بوكس شو فيه؟ اوه اشياء حديديه يا شباب. حلو والله حلو يا شباب. اه بلشت اعشق هذا المود يا شباب. هذا المود يعني شوفوا شباب ترى في اشياء جديده معنا شيء لا ثلاث اشياء جديده شباب. مودات جديده وخريطه جديده وهدايا جديده. هذا نشوف معلم رحله الاستكشاف يا شباب. يا سلام يا سلام على هذا المكان الجميل قوي. ايه الحلاوه دي. رح نروح معلم. طبعا معلم الخريطه معلم شوف الخريطه صايره هي على شكلين شيء اللي فهمته هذا هو. معلم ليش هيك بالعاده معلم؟ معلم مكشوفه الخريطه ليش هيك مكشوفه بالعاده ما بتكون مكشوفه ليش هيك طالعه عندي؟ معني شباب صدقوني شباب انا ما يعني غريب. اوكي الظاهر معلم بتكون مكشوفه هاي. المهم خلينا نتفرج معلم. طبعا هون الشيء اللي فهمته انه في اكثر من اشياء يا جماعه. انا لوت معلم بنفس الوقت. السلام يا سلام يا سلام فهمت. اوه شو هالمناظر يا اخوان. ايه والله راح نكيف شباب هذا الموت. هذا الموت انا قول لي شو هاي؟ قبل الكام هذا معلم؟ شوف معلم وايد. اوه والله نضربه معلم. حلو. اوه لا بدي اجرب القبضه تبعته. اوه والله القبضه اسطوريه يا شباب. بوم والله حلو. هات لنشوف. جيب شويه لحمات معلم بلزمنا الهايد واللحمات تعرفوا يعني. اوكي خلينا نكمل طريقنا معلم. نكمل طريقنا يا جماعه. هون في سف. اوه هون في سلحفات. ايش الوضع معلم؟ يجي انت بدك تموت يا ولد. تعالوا تعالوا تعالوا. ايه 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 بسرعة معلم نعطيه الضربة القاضية معلم. يا زلمة اقسم بالله الضربة هي شباب بلوس والله يا شباب. اللي اوه يا سلام هنيك شو في هون. هذا نشوف هذا معلم صاحبنا. هذا شو هذا؟ هذا شو؟ اوه وايلد ميل. هذا حلو عم بيتضرب معلم. بوم بيب والله بوم. اوه والله بلوز يا شباب. يا سلام شفت شيء انه في شيء اسمه اير اسنس فاير اسنس لايت اسنس ناتشر ستون واتر. بظن يا شباب فيها شيء يعني شيء الهواء والفاير. الله اعلم نجيب هذول يا شباب. هذول شكل موارد بينجاب اكيد حاسس بالديناصورات. هي عشان نقدر نصنع فيها الاليمنتال هذا الاشليمي تابل يعني تبعت الموت فهمت علي شلون؟ هون شوف معلم هون اوه هون في حتى في المنت سباي جلاس كمان حلو بس ولكن لسبب شفنا والله في كثير اشياء يا جماعه لازم نطور ونشوف يا جماعه. اوكي المهم يا شباب بدنا نعمل اشياء اللي هي العاديه نبني البناء الخاص وباللوس نشوف شو راح يصير معنا.
اوكي، وهي زبطنا الاساس يا شباب. الاساس مهم كثير يا شباب، انا بحب كثير اهم شيء عندي يا شباب كل بدايه ارك يكون بيت جاهز، اساس جاهز، ترتيبات جاهزه. ليش؟ لما يكون هذول الاساسيات جاهزه شباب امورنا بتصير باللوز، عشان نضطر نريد كل شيء يعني نكمل الوضع. فايبر مصنع الفايبر على الرواق. يلا، وهي صنانه، هاي السباي جلاس باللوز. حلو، تمام، وضعنا تمام. اها، وهي سباي جلاس تبعنا صار جاهز يا جماعه. هيك نقدر نشوف الامور. والله هذا معلم، نقدر نروضه هذا يا شباب. قول لي والله باللوز، اصبر شوي، ترى 500 ترى بينجام. ها والله يا شباب اصبر شوي نشوف معلم اذا نقدر نصنع الكرو الارو. لا يا جماعه، لا يا جماعه، لسه بده تجهيزات، بده ناركوتيك وهذول معلم، كل الامور. واقدر على طريق العصا اقدر اجيبها، بس ولكن ما بيمشي الحال معلم. خليها ان شاء الله. انا بحب التجهيز، خلينا نجمع نجهز امورنا، نكون موضوعنا امورنا باللوز، بعدين كل شيء له وكل شيء وقته. حلو، فهمت علي شلون؟ كل شيء بوقته. وانا قاعد ببني يا جماعه، رحت جيت بنيت كل شيء، بس نسيت انه ابني الباب يا شباب، الباب. لا حول الله يا ربي. اوكي، نعمل الباب معلم، نحول الباب. ايوه، هيك صار وضعنا باللوزان، ندخل نطلع، يا سلام. اوكي، وهي حطينا الطبخ شباب، نوزع على الطرفين، خلي لحماتنا يكونوا جاهزين. وكمان صار باخينا شويه خشبات، شويه خشب، ونشغل هذا اللحم، خلي اللحم يشتغل يا شباب، عشان بنفس الوقت جبنا الشاربون. اوكي، هي لحماتنا جاهزه الان. طيبين، هي لحمات راح يشتغلوا معلم. هلا لازم نشغل مثل ما انتم شايفين صنعنا هذول، حطينا وحده من هاي، نصنع الفرجات يا شباب. ضروري كثير الفرجات يا شباب، فرش عشان الحسبكه الحديد هي. فهمت علي شلون؟ خلينا نروض هذا يا جماعه، نعمل هذا الروض. هذا صاحبنا الجميل، تعال هون، تعال يا صاحبي، تعال تعال. روض هذا يا جماعه عشان نجيب منه ال حجر واللوت. ماله هذا صاحبه علي؟ صاحبه زعج ونزعج ولا شلون؟ يلا يلا، تعال كم بيبي كم. خلينا طعم هذا صاحبنا معلم، صحه وهنا باللوس. ولا يلا روح وقول كل شيء معنا بدك، خذ كل حجر كمان. يا سلام على الحيوانات الموجوده هون يا جماعه، شوفوا الاشكال هذول، قاعدين بيضربوا بعض مع هذول. يا الله، اوه ها شفنا. طبعا شو لاحظت عليه؟ هذا ستون حجري هذا. الله اعلم يا جماعه، هذا شو صار وضعه معلم؟ يا اخي كل وخلصني يا اخي. الو، اوه حلو حلو، اكل صاحبنا. كل 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 كل، اجمع هذول، اموري بتصير باللوز. اوكي، كل شيء تمام. هات لنشوف. يا بسم الله. اي ول ول، ليش ما يجمع هذا؟ ايو ايو، اصبر شوي، بضرب على الخشب. جمعنا خشب. حلو، يلا ماشي، جمع خشب. حلو، جمع الحجر، شوف الحجر، شوف ذاك. ليش ما بيجيب حجر؟ حجر يا ول، انا كنا جايبك عشان حجر، ربيتك. الو الو، الو، يعني عليك. ها، يا سلام، احلى ديناصور والله هذا معلم. ما في احسن منه طبعا، سبيل مضاد تبعت الديناصورات تاعتهم، بتاعت الموت، بس ولكن هيك بحب ابلش هيك شباب على رواق. اوكي، الان راح ننتقل الى المرحله الثانيه شباب، اللي هي الترويض بسلاح لونج رايفل، صاحبنا المدمر هذا باللوز. اوكي، الان معنا 7 طلقات شباب، لازم نروض لنا شيء ديناصور يكون باللوز. اوكي، الان شفنا، نشوف هذا اللي اسمه معلم ستيجو. اوكي، شكله تبع المود يا جماعه، نروح لعنده نشوف شو وضعه معلم. طبعا باين عليه يعني مو كثير يعني، ريستيكو معلم يعتبر مو من الحيوانات القويه. هلا شيء بالخريطه يا شباب، هذا هل التنقل السريع يعني شيء باللوس. ايش بدل ريستيكو معلم صاحب؟ لا يا ربي، هلا وقت شو هذا؟ هلا يعني اوكي، لا والله كيف فور معلم ضرب. نهرب من عند هدول. ريستيكو صاحبنا معلم 4000، شو بده؟ عم يقول لك بده اليمنتال ناتشر. لك اي والله، معناته يا طيبين هذا بده له اموره خاصة تبعيته حبيبي والله. ايش المعلق معلم؟ وين والله الظاهر يا شباب، لازم الطعام تاعه والله، هي ما كنت متوقع ابدا يا شباب. اوكي، عندنا هون اللي سميتي اليمنتال، خلينا نصنعها يا شباب، لنشوف شو في بداخلها يا جماعه، نشوف شو في بداخلها ونستكشف معلم بهي الورشه الصغيره، يعني هالورشه الصغيره عشان ما نستغرب ما نتخربط حبيب ولا. هات لنشوف ندخل لهون ايش. اوه بس ولكن شكل الشباب والسيف هاي شنو؟ يا سلام عليك. اوكي، خلينا ندخل على الكياتر معلم، نشوف هون في اورا بهالخريطه هاي، هذا المود عفوا. عندنا شيء اللي اسمه النار، اشياء طبيعيه يعني، في نار، مياه، جليد، هواء. الله، هذا معناه هذا الجليد، هذا عم بيقول لك ايس. هذا مثلا هذا بده ايس، نفس الشيء. هذا شو بده؟ هذا بده اير، هذا بده الهواء. بده يعني الاشياء الهواء يا جماعه، هو لازمنا معناتها يا جماعه.
عشان نجيب الناتشر لازم نقتنع شيء ديناصور يكون ناتشر، يكون ليفله خفيف، شيء دودو ولا هيك او هي هي, هي هذا الشيء. حلو، هي فهمنا هي يا جماعه. هذا عندنا القنابل نون يعني element triangles art. اوكي، هي اي معلم بدها triangles العادي اللي عندنا اياه اللي هو تحت حاطه موجود، هذا هو. اوكي، وهذول والله يا جماعه ترى راح لازم نجرب يا اخوان، لازم نجرب لانه الشباب ترى ها اكسبشنال. اه هي معناتها هي الاكسبشنال، هي معلم هي الشيء يعني التوب الظاهر معلم، لان مش مفتوح عند الاجرام تبعها. قال يا قلبي تعال خد، اسكت اسكت يا ول، استقدي وين؟ تعال عندي، تعال 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 يا بيبي، تعال تعال تعال، والله نروضه معلم ايزي. يا سلام، اي يو ار بليسد جلاس شو متت؟ واحد باسمه جلاسيال معلم ضربني، واحد اسمه ما اعرف شيء برد اسمه ولا ما اعرف شو اسمه معلم، والله اعلم شيء برد ضربني، ضربني واحده معلم شواني شوي يا الله. لو بس شيء حلو معلم لما ترجع انت وراجع بتعيش بيرجعوا لك اللبسات، يعني شيء باللوز هي لبس يعني ستاندر. اوكي خلينا نرجع لعند اللبس اللوت تبعنا ونرجع كل شيء، نروح اجيب لك اللوت على السريع. خلينا هذا اللي انا مش متوقعه والله. لا 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 تعال معلم، ابو سيدك لا ابو سيدك لا ابو شريف، يلا شوف انحسرت حالي انا ليه، اصبر شوي والله بقدر اجيبه من هون. يا خذ لك اسكت ولا اول، والله احسن طريقه يا شباب اللي تعالوا هون. طيب انا لازم اتركه يا شباب، طيب لازم اتركه، ان شاء الله ان شاء الله ينزل الضرب تبعه معلم. اصبر شوي حاول احط لها هي معلم، ما اعرف الضرب هذا والله، هذا هو خمسه. يلا ولو يلا 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 يا الله شوات، لا بربك لا 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 ما بدي اخرب، ما حابب اخرب، ما حد يضرب لي اياه يا زلمه. اخوي عمر خلينا نهرب، عيني علي عيني علي عيني علي، واخيرا نم واخيرا نم. اوكي تعال هون خذ لك المعلم، خليه ياكل على رواق بعدين نهرب من هون. انا خايف يا شب، خايف انا خايف من هون. يلا يلا باخيرا شويه خلينا ناكل معلم، الدم انا مصاب كثير، ناخذ هذول الشباب عشان يتعبي دمنا، كل هذول عشان يتعبى الدم. مالها هي معلم مالك، واخيرا واخيرا يخرب بيتك، تعالوا تعال تعالوا تعال، يلا روح على البيت، يلا على البيت على البيت على البيت على البيت، يلا شوف عنده وين معلم، هات لي شوف، يلا على البيت على البيت على البيت. اوكي استراحت الشباب، انا صراحه هذه الحلقه يعني طبعا مثل الكاميرا بصور الحلقات، بصور يعني انا بلعب 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 بصور بصور بس، ولكن باخذ اهم اللقطات يا جماعه. هنشوفوا الان شباب بيتنا الجميل، طبعا هذا البيت شباب طولت كثير ما بظبط فيه. اوكي خليني افرجيكم بالخارج، طبعا عملنا كمل الاشواك يا جماعه مثل ما انتم شايفين، اشواك خفيفه لطيفه هيك معلم مشان ما حدا يجي لعنا، هيك نظبط الوضع معلم، لانه بهذه السلسله شباب بدكم تشوفوا شيء بلوز انت علي شلون. المهم خلينا ندخل معلم، الدخول معلم باين عليه شيء خفيف لطيف. المهم طبعا لسه جاري التعديل عليه. اوكي هون نفس الشيء، حطينا ثلاث خزنات، عندنا هذول الخزنات العاديه، هذول عرفتوهم هيك كذا عرفتوهم، بس خلينا نشغل معلم، نشغل ضو هون هيك عشان تشوفوا هيك الشكل الحلو، نشغل ضو هون كمان. اوكي هاي هي يا شباب، اوكي شغل اوكي، هاي الورشة العادية تبعت اللعبة، وهي ورشة المود المودات. اوكي واحد من المودات، عندنا شوية تبعت الطبخ يا شباب. هون ليش مو شغال هذا؟ ليش مو شغال معلم؟ ليش ما في لحم هون؟ ليش ما في لحم هون؟ كيف كيف يا زلمة؟ نحط شوية لحم هون معلمك على الخفيف، خليه يكون يشتغل يشتغل اللحم. اوكي خلينا نحط واحد هون هيك معلم، خليه يشتغل. ايه ليش هيك مو شغلات معلم هون؟ ايوه خليه يشتغل دور. اوكي حطينا هون معلم هي الخزنات تبعتنا، هون المكان الارضي الطابق الاول يا جماعه مثل ما انتم شايفين معلم، شوف شكل الصخره معلم باينين داخل الصخر يا شباب. اوكي طبعا يا شباب هون راح نضيف اشياء كثيره، هون مثل ما هذا المكان التفصفك راح يضاف عليه اشياء، وهون كمان راح يضيف عليه اشياء ثانيه. طيبين هون عندنا الفرجات شباب شغالات. اوكي وهذا هو المكان يا طيبين، طبعا هذا يا معلم خلينا نقول هون الشبابيك هيك عشان تكون في اضاءه حلوه معلم باللوز. طبعا هي شباب هذا راح نسميه بيتنا الفي 1 لهذه السلسلة، فيرشن 1 معلم، طبعا حيكون في فيرشن 1.1 والى اخره يا جماعة، هيك يا شباب امورنا طيبة امورنا باللوس. الان بموضوعنا الركس شباب، خلينا بس نجيب ركس سدل للركس، شو شوي نركب السدل للركس صاحبنا للركس تبعنا، ما اعرف معلم اذا بقدر اجيبون ركس هون، اصبر طبعا هون معلم في كثير اشياء، اي لسه شباب طبعا شباب لسه ما عندي اي فكرة كثير عند المود هذا، اوكي لسه في كثير امور ما مبين عن، قول لي شو هذا؟ تليجرام اليمنت او ماي جاد صافي الاليمنت، قول لي الان يا شباب خلينا ناخذ معنا، خلينا ناخذ خلينا ناخذ خلينا ناخذ هذا الستل شان الركس، ندخل على المنزل يا سلام
علي يا ريكس تعال طول هذا شباب باللوز. حط له هذا هون معلم وضعه باللوز. هات نشوف. اوكي. يا سلام. طبعا هذا معلم شو راح نزيد له؟ نزيد له الدمج. هيك وضعه باللوز معلم. خليني معلم ما بدنا لازم اغير مكاني. صرت طالع المكان باللوز يا جماعه. اوكي خلى الان يا شباب. اي اي ما بدمج هيك؟ عم بدمج هيك يا زلمه. اللي طب هي مشكله يا شباب. اي ما حسبت له حساب يا شباب. بدمج لازم احط نصرتي برا. اوكي ما في مشكله. الان صار وقت الجلد. هات لنشوف. نجمع شوية معلم اورجانيك اشياء وما اشياء. ليتس جو. نجمع موارد عشان نصنع البوليمر والالكترونيك والاشياء ونبلش بالكهرباء والجنريتور. شوي هيك. تعالوا هون. تعالوا هون. تعالوا هون. تعالوا هون. جيب. اوكي يا شباب الان لازم نجيب لنا شوية. لازمنا التك. لازمنا التكس. التكس 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 يا شباب. لازمنا التك. نروح نجيب هذا نقتل هذا يا شباب عشان بدنا شوية الكترونيك وشوية هذول الاشياء عشان نقدر نصنع فيها بعض الامور يعني مثل المسدس بعض الامور يعني الحلوة يعني عشان نقدر نصنع فيها الجنريتر كمان وباللوز. علي يا قلبي تعال 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 الوضع تبعنا وين هذا؟ هذا وين بدي هذا؟ اللي تعالوا تعال 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 يا قلبي تعال والله برا عامل لك شيء. تعال 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 يا قلبي تعال لك تعال هون تعال هون. اوكي حطينا اويل الكترونيك. يا سلام عليك حلو 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 حبايبي الكرام. هيك بيكون انتهت حلقتنا لليوم يا اساطير. ان شاء الله استمتعتوا معنا. بنشوفكم حلقه جديده ومن لكم السلام عليكم. رايك بالتعليقات. اوكي لايكات شيرات. السلام عليكم.